بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. دائما مع درس المعالم أي الأنشطة الهندسية. في هذا الفيديو الثاني راح نشوف إحداثيات شعاع، يعني نتعرف على إحداثيات شعاع، وكذلك نتعرف كيفية قراءة هذه الإحداثيات في معلم. ننتقل الآن إلى الصفحة 205 من الكتاب المدرسي، صفحة 205 في هذا النشاط رقم 1. المطلوب منه هو تعليم النقط أ و ب و س. نبدأ بأ، ذات الإحداثيات 3 و 2. هنا ندو، شوف هنا ندو زوج كاروات بواحد سنتيمتر. ها بواحد يعني الوحدة تكون زوج كاروات، يعني نكون ندير هكا، ها هو، وندير هذه هكا جي، ها هو. يعني هنا نجو نعلمو النقطة أ، النقطة أ 3 أي 1 2 3، اثنان ثلاثة، و اثنان أي 1 2 2. يعني النقطة أ راح تكون هنايا، ها هي الأ، أ هكذا. ها علمنا النقط أ. النقطة ب ناقص 4 و -1، ناقص 4 أي هنا ناقص 1، ناقص 2، ناقص 3، ناقص 4 وناقص 1، هو ناقص 1. يعني راح تكون هكذا، ها هي هنا النقطة ب. النقطة ص 2 و -3، 2 و -1 2 -3، هاي ناقص 1 -2 -3. يعني هنا يا هكذا هكذا محض، ها هي هذه النقطة سي. نقول إن إحداثيات النقطة أ هي ماذا؟ هي إحداثيات الشعاع أو أ. يعني النقطة إحداثيات النقطة أ هي في نفسها إحداثيات الشعاع أو أ، اللي هو ها هو الشعاع أو أ. يعني إحداثيات النقطة أ هي في حد ذاتها إحداثيات الشعاع أو أ، ونكتب أو أ 3 2. إذن ما هما إحداثية كل من الشعاعين أو بي و أو سي؟ ها شعاع أو بي، ها هو، والشعاع أو سي اللي هو هذا، ها هو. إذا أو أ أو 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 بي أو بي هي نفسها إحداثيات النقطة، إحداثيات شعاع أو بي هي نفسها إحداثيات النقطة بي، اللي هي ناقص 4 و -1. الأوسي كيف إحداثيات شعاع أوسي هي نفسها إحداثيات النقطة سي، 2 و -3. نشوفوا مثال آخر بس نزيدو نفهمو مليح. أم نقطة من المستوى المزود بالمعلم أو إي جي، بحيث أم عندها الإحداثيات تاعها إكس إيكغراك، أم عندها إحداثيات إكس إيكغراك. إحداثياتا النقطة أم بالنسبة إلى هذا المعلم هما نفسهم إحداثياتا الشعاع أو أم، ونرمز لها بالرمز أو أم إكس إيكغراك، يعني كيف. صح. مثال، نشوفوا مثال. لو عندي النقطة مثلا أم ذات إحداثيات 1 و 2، وعندي النقطة أ ذات إحداثيات -3 و 2، وعندي النقطة ب ذات إحداثيات -1 و -2، نجو نرسمو المعلم، نديرو معلم، ها هو المعلم تاعنا. هنا
عندنا محور تراتيب اللي هو إكراك ومحور الفواصل اللي هو إكس، وهنا المبدأ أو هاي الوحدة إي، وهاي يعني زوج كاروات بوحدة وجي. هاهو إذن إحداثيات النقطة أمهما واحد واثنان، واحد واثنان يعني هنايا ها هي واحد واثنان هذه أم. إحداثيات النقطة أهما ناقص ثلاثة واثنان، ناقص ثلاثة ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة هي واثنان، أي واحد واثنان هنا هي أ. إحداثيات النقطة ب هي ناقص واحد وناقص اثنان ناقص واحد وناقص اثنان هي ناقص اثنان، إذن هنايا إحداثيات النقطة ب. يعني احنا كيفاش حتى رسمناهم، نديرو الإسقاط فقط، ها الإسقاط هاي على إكس والإسقاط على إكراك، ها يعني هذه نقدر نقولو باللي هي إكس، عفوا هذه نقدر نقولو باللي هي الإكس أم هذا النقطة، وهذه إكراك أم، هنايا إكراك أم في نفسها هي إكراك أ، في نفس الوقت هذه هي إكراك أ تاع الأثان، الأثان لماذا؟ لأن لاحظ أن الأ كيف كيف عندها الإسقاط على الإكراك، عندهم نفس تراتيب مع أ، عندها نفس تراتيب مع الأم، وهذه نقدر نقولو إكس تاع من تاع الأ، إكس أ هنا ب، ها هو كي نديرو الإسقاط، ها هو الإسقاط تاعها وها هو الإسقاط تاعها. نجو نرسمو هنا واش نقصدو هذا، مادام أم هذوما الإحداثيات، قلنا بلي أم بالنسبة إلى هذا المعلم هما إحداثيات، إحداثيات أم هما نفسهم إحداثيات الشعاع أو أم، يعني ومنه عندنا الشعاع أو أم نفس عنده نفس الإحداثيات كما النقطة هكذا، ومنه كذلك الشعاع أو أق عنده نفس الإحداثيات كما النقطة أق، ومنه النقطة ب عندها أو شعاع أو ب عنده نفس الإحداثيات كما النقطة ب اللي هي ناقص اثنان. نرسم هذا الأشعة، ها هو أو أم، ها هو أو بي، وها هو أو أ أو أو بي، ها هما أشعة، ديروا لهم الرؤوس تاعهم ما تنساهمش هاك لأنهم أشعة هكذا. أو دائما في نفس الصفحة 205 من كتاب مدرسي نحاول نحل هذا النشاط رقم اثنان. لاحظ عندي هنا معلم، هنا عفوا هو إكراك وهنا الإكس هكذا. لاحظ هنا قال لك للانتقال من أ، من النقطة أ إلى النقطة ب نقوم بالانسحاب، لاحظ باش ننتقل من نقطة أ هذه إلى النقطة ب هذه نقوم بالانسحاب بخمسة مربعات وحدات، لأن كل وحدة تدي مربع، أي وحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة، أفقيا نحو اليمين، نحو اليمين متبوعا بالانسحاب بثلاث مربعات، هاي وحدة زوج ثلاثة أو وحدات، عموديا نحو الأعلى، يعني باش انتقلنا من نقطة ب نعاود النقطة ب، أي رحنا لليمين خمس كاروات، رحنا انسحبنا خمس كاروات لاحظ نحو اليمين، ومن بعد طلعنا للفوق انسحبنا للفوق، أي طلعنا للفوق بثلاث كاروات. إذا واش نقول هنا؟ نقول إن العددين زائد خمسة وزائد ثلاثة هما إحداثيتا الشعاع أبي، هما ماذا؟ هما إحداثيات الشعاع أبي، ونكتب نكتب أبي أي هكذا، أبي الشعاع أبي إحداثيات تاعو خمسة وثلاثة. لاحظ أني لما انتقلت إلى اليمين، على اليمين درت زائد خمسة، ولما انتقلت نحو الأعلى درت زائد ثلاثة، انتبه. ومن بعد
للانتقال من سي الى دي. لاحظ باش ننتقل من السي الى الدي، شوف واش درت. نقوم بالانسحاب بثلاث وحدات افقيا، افقيا نحو اليسار، اي ديبلاسيت مسي لهنا ثلاث كاروات على اليسرى اغوش، ثلاث كاروات متبوع انه بعد عاود تهبط للتحت ماشي للفوق، للتحت عموديا نحو الاسفل بوحدتين برك، بزوج كاروات. يعني هنايا كي ننتقل نحو اليسار بثلاثة ندير ناقص ثلاثة، في الاولى انتقلت نحو اليمين درت زائد، في هذه الثانية نحو اليسار درت ناقص ثلاثة وهبطت للتحت، هبطت للتحت نكتب ناقص اثنان. اذا احداثيات الشعاع سي دي هما ماذا؟ نكتب كيما هكا ناقص ثلاثة وناقص اثنان تكر. اذا ومن بعد واش طرحوا لنا سؤال اخر او مكتوب عندك في النشاط، الصبر ونمحو الصبورة. قال لك اوجد احداثيات كل من، اوجد احداثيات كل من الأشعة، من الأشعة ك و V و U هكذا. هنا كيفاش نديرو؟ شوفوا مليح، استعملوا اللون الأخضر. كي نبداو من رأس تاع الشعاع باش نروحو لهنا، أي نبداو من بدايته إلى نهاية الشعاع. من البداية تاعو واش رحنا؟ رحنا بوحدة، أي بكاروات، كارو زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ديبلاسينا بسبعة، ديبلاسينا بماذا؟ بسبعة نحو اليمين، نحو اليمين. إذا نقدر نكتب هكذا كا شعاع كا هكذا، مادام ديبلاسيت بسبعة نحو اليمين إذا نكتب سبعة أي عدد موجب. ومن بعد واش ندير؟ نهبط، لاحظ شعال من كارو نهبط، نهبط واحد زوج ثلاثة، إذن هنا هبط ما طلعتش هبط، إذن أنا واش نكتب؟ هبط بثلاث كاروات، إذن واش نكتب؟ ناقص ثلاثة لأني هبط مشي طلعت. روحوا للشعاع في، شعاع في، لاحظ ها هو الفي. هنا نروحوا بماذا؟ نروح منا، شوف مليح تبعني، روح على اليسار، راني رايح ربع كاروات، رايح على اليسار بربعة. ومن بعد واش ندير؟ منا نطلع بثلاثة، ها هما ثلاثة، ها ثلاثة. إذا في الشعاع في رحت نحو اليسار، نحو اليسار بربعة، أي ندير ناقص أربعة، ومن بعد طلعت للفوق بثلاثة أي ندير ثلاثة هكذا. الشعاع U انتبه، الشعاع U شوف مليح، نروح نحو اليمين بزوج، نحو اليمين بزوج كاروات، ومن بعد نطلع نحو الأعلى باش نطلع بثلاثة، بثلاث كاروات، طلعت بماذا؟ بثلاث، يعني رحت على اليمين بزوج أي اثنان زائد، ومن بعد نطلع بثلاثة زائد ثلاثة، هذا هو. يعني واش ننجم نستخلص من هذا؟ نستنتج من هذا أنه نقرأ إحداثيات شعاع بالإزاحتين المتتاليتين اللتين تسمحان بالمرور من ماذا؟ من مبدأ الشعاع إلى نهايته كما درنا في هذا. الإزاحة الأولى تكون بالتوازي مع محور الفواصل، الإزاحة الأولى دائما تكون بماذا؟ بالتوازي مع محور الفواصل كما راه هنا. الإزاحة الأولى دائما راهي نحو اليمين بخمسة، يعني راهي بالتوازي نحو محور الفواصل.
الإزاحة الثانية تكون دائما بالتوازي مع محور التراتيب، بالتوازي مع محور التراتيب، محور الفواصل اللي هو هذا x فتحة x، محور التراتيب هو هذا y فتحة y، لأنه ماذا؟ لأنه هنا y فتحة وهنا x فتحة. صح. نقرأ الإحداثية الأولى بالإزاحة الأولى، يعني تكون موجب عند أي موجب عندما ننتقل نحو اليمين، وسالب كما هنايا عندما ننتقل نحو اليسار. أما الإحداثية الثانية أو الإزاحة الثانية تكون موجب عندما ننتقل نحو الأعلى، وتكون سالبة عندما ننتقل نحو الأسفل. الآن نشوف أنواع المعالم، حيث توجد أربعة أنواع من المعالم. عندنا الأول هو المعلم الغير متعامد وغير متجانس، يعني في هذه الحالة اللي هنا OE، شوف OE لا يساوي ما يساويش OG، يعني المسافة OE ما تساويش المسافة OG، وكذلك OE ما يعامدش او جي، لا يعامده يعني ليس عمودين على او جي. عندنا معلم متجانس، عندنا معلم متجانس يعني او اي مسافة او اي تساوي مسافة او جي، ولكن هنا قلنا ما يعامدوش، ما لا يعامده، وكذلك هنا او اي لا يعامد، ما يعامدوش او جي، ما مش متعامدين، لاحظ ما مش متعامدين. المعلم المتعامد، المعلم المتعامد يعني لاحظ او عمودي، معلم على بعض عمودي، ها هي عمودي. اذا لهنا عندنا او اي المسافة او اي لا تساوي او جي، شوف مليح في الشكل لا تساويها، لكن او اي يعامد أوجي، يعامده. أكتشوف أكتفرق بين الثلاثة. الآن المعلم المتعامد المتجانس اللي رانا نخدمه به دائما نحنا هنا، هذا المعلم كي نقول لك منه فصعيدا معلم متعامد متجانس، دير في بالك باللي المسافة بين OE الوحدة OE تساوي الوحدة OG، وكذلك OE يا في الحق اصبر، هنا نكتبه هكا مستقيم او اي يعامد المستقيم او جي، عفوا هنا نسيت ما كتبتش هكا نكتبه، لان هنا مستقيمات هي اللي تعامد بعضها بعض، هي فوالا. اذا انا عرفنا ربع معالم اللي نخدمه بحنا دايما هو هذا الاخر اللي هو معلم متعامد متجانس. كي نقول لك متعامد يعني المستقيم او اي يعامد المستقيم او جي، وكي نقول لك متجانس يعني الوحدة او اي تساوي الوحدة او جي. نحاول الان نحل هذا التمرين رقم واحد الموجود في الصفحة 216 من الكتاب المدرسي. اعطونا هنا عدة اشعة وطلبوا منا ايجاد احداثيات التحمل، أعطونا ستة أشعة. نبدأ بأم، نبدأ بال أو بالشعاع إي، نبدأ بالإي، هاو شعاع إي هكذا هو مطلوب منا الإحداثيات تاعو. صح. الإي هذا رانا رحنا على نبدأ دائما بالتوازي مع محور الفواصل اللي هو هذا، مع محور الفواصل، هو محور الفواصل نديرو بالاخضر، عفوا هو عفوا الرسم راهو عوج لهنا ما نيمش، المهم هو محور الفواصل نديرو هكذا، ها هو اكس وها هو ايغريك محور التراتب. نبدأ بماذا قلنا؟ قلنا بالتوازي مع محور الفواصل، أي نروحوا لاحظ نتبعوا شعاع إي. إذن
نروحو على اليسار شعل منكارو، كاين كل وحدة عندها كارو، روحوا واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة على اليسار، إذن رحنا بخمسة على اليسار، إذن ناقص خمسة. ومن بعد هنايا لاحظ ما نطلعوا ما نهبطوا، الشعاع رايح هكذا، أي ما كاش بالتوازي مع محور التراتب، ما كان ني طلعة ني هبطة، إذن واش نديرو؟ صفر. ها هو نروحوا الآن للشعاع في، الشعاع في، الشعاع في لاحظ شوف مليح باش تبان لك مليح أننا شوف نروحوا منا على اليمين بشعال بخمسة، على اليمين بخمسة ونهبطوا بثلاثة، هاهي نروحوا بخمسة ونهبطوا بثلاثة، يعني هاهي رحنا اليمين بخمسة وهبطنا بثلاثة، إذا واش نكتبوا هنا؟ رحنا اليمين بخمسة نديروا زائد عدد موجب وهبطنا بثلاثة، أي ناقص عدد سالب كي نهبطوا. زيدوا نكملوا مع الأس، أس انتبه مليح، الأس لاحظ أننا رحنا لل، أي دايما نمشي مع محور موازاة مع محور الفواصل، ومن بعد مع محور التراتب، مع محور الفواصل لاحظ أننا رحنا لليسار بزوج، ومن بعد مع موازاة مع محور التراتب طلعنا بثلاثة، ها هو، أي رحنا منا بزوج وطلعنا بماذا؟ بثلاثة، واش نكتبو؟ مادام رحنا اليسار بزوج إذا ناقص اثنان وطلعنا إذا ثلاثة، هكذا نروحوا للشعاع تي، الشعاع تي لاحظ ها هو الشعاع تي، رحنا على اليمين هكذا بزوج وطلعنا بماذا؟ بأربعة، ها هو أي رحنا على اليمين بزوج وطلعنا بأربعة، إذا واش نقولوا؟ الشعاع تي، أي مادام رحنا على اليمين بزوج يبقى عدد موجب وطلعنا بأربعة يبقى عدد موجب اللي هو أربعة. روحوا للشعاع بي، الشعاع بي هكذا هكذا هكذا، واش به البي؟ البي لاحظ أننا رحنا منا، دائما نبدا من بدايه الى راس، رحنا بشعال، رحنا لاحظ بسبع كاروات على اليسار، سبع كاروات على اليسار وهبطنا بثلاثه، ها هما، اي رحنا بسبعه وهبطنا بثلاثه، دونك واش نكتب؟ رحنا بسبعه على اليسار، اذا ناقص سبعه وهبطنا بثلاثه ناقص ثلاثه، هكذا. دونك نروحو للشعاع ام، ام ها هو ام، فوالا الشعاع ام، لاحظ اننا شوف مليح موازاة مع، يعني هنايا من البداية موازاة مع محور الفواصل، ما رحنا لا على اليمين لا على اليسار، راهو ما هو رايح الشعاع ني على اليمين ني على اليسار، يعني هنايا واش تكون عندنا؟ الصفر، صفر. اما الطلعة راهو طالع بأربعة، راهو طالع بماذا؟ بأربعة، ها هكذا فوالا، هكذا نكونو جاوبنا على التمرين رقم واحد. التمرين الثاني هذا عطاونا معلم متعامد متجانس او اي جي للمستوي في الشكل الموالي، هذا طلبوا منا تعليم النقاط ا ثم ب ثم س ثم د. نبدا بالسؤال الاول، نعلم النقطة ا، انا في بالي ان نديرو معلم اخر خير، لان هذا ما هوش باين، جاء ا ناقص خمسة، هاي ناقص خمسة هنا رانا لاحقين حتى ناقص اربعة، دونك نديرو معلم هنايا هكذا ناقص ثمانية، دوك نشوفو انا صنعنا معلم اخر، اي كل وحدة بكارو، هاي بكارو احسن هكا
تسهل لنا الأمور إن شاء الله. عندنا الأق أي ناقص خمسة، ها هي ناقص خمسة وثلاثة، أي هنا ناقص خمسة وعندنا ثلاثة، هنا ثلاثة، ها هي النقطة أ، هذه أ. عندنا البي ستة وناقص أربعة، أي واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ها هي ستة وناقص أربعة، ها هي ناقص أربعة. إذن البي ها هي الإحداثيات تاعها. عندنا سي صفر وناقص ثمانية، صفر وناقص ثمانية، نزيدو في ال هاي البي ناقص أربعة ناقص خمسة ستة سبعة ناقص ثمانية، هاي ناقص ثمانية اللي هي شكون؟ قلنا السي، السي هنايا جاية بالضبط صفر وناقص ثمانية على النقطة هذيك. وعندنا دي ناقص واحد وستة، ناقص واحد هنا والستة جاية ثلاثة أربعة خمسة ستة، هاي الستة. إذن ها هي الدي صح. طلبوا منا الأولى أوجد إحداثيات الأشعة التالية، الأولى شعاع أ بي، شعاع أ بي ها هو الأول. Voilà. نبدأ باش نوجد أشعة شعاع، أتعلم معايا أي AB، لاحظ AB أو كل نقطة عندها الإحداثية تاعها كيما هذه إكس A سموها إكراك A، يعني إحداثيات إكس A إكراك A، يعني الإحداثيات هما إكس A اللي هي ناقص خمسة و إكراك B اللي هي ثلاثة هكذا. أما الB تكون إكس B و إكراك B هكذا، يعني إحداثيات تاعها كيف شفنا إكس B يساوي ستة و إكراك B يساوي ناقص أربعة. إذا كي تحب تحسب إحداثيات الشعاع A B هكذا، دائما استعمل القانون هذا إكس تاع البي ناقص الإكس تاع الأ، ومن بعد هذه الإحداثيات الأولى، ومن بعد الإكراك تاع البي ناقص الإكراك تاع من تاع الأ هكذا. يعني راح يخرج لنا على الشكل التالي، انتبه. نديرو لهنا باش تكفينا بلاصة أبي. فوالا تساوي ماذا؟ إكس تاع البي اللي هي شعال هي ستة، ستة ناقص الإكس تاع الأ ناقص خمسة، أي ناقص ناقص خمسة، ناقص ناقص خمسة. ومن بعد واش تولي؟ الإكراك تاع البي اللي هي ناقص أربعة، هاي ناقص أربعة ناقص الإكراك تاع الأ اللي هي ثلاثة، ناقص ثلاثة ها هي. إذا تساوي ماذا؟ ستة وناقص ناقص خمسة تولي ستة زائد الخمسة، إذا تولي لنا أحداش، ومن بعد تولي لنا ماذا؟ تولي لنا ناقص أربعة وناقص ثلاثة ناقص سبعة، أحداش وماذا؟ وناقص سبعة. نشوفوا احنا على حساب الاخر تاعنا، نشوفوا بالك رانا غالطين من الأ للبي، نشوفوا كيما تعلمنا قبيلات، احنا تعلمنا بالحساب، دوك نشوفوا كيما تعلمنا هندسيا. روحوا على اليمين بي خمسة ونزيدوا ستة صافي 11 سوا، يعني رحنا على اليمين بماذا؟ ب 11 انكارو صافي 11 اكزاكت عدد موجب. ومن بعد واش نديرو؟ نهبطو، نهبطو هاهي حتى لهنا، نهبطو بشعال ثلاثة سبعة، هبطنا بسبعة صافي ناقص سبعة. إذا
هندسيا رانا صحاح، وحسابيا رانا صحاح. ومن بعد واش عندنا؟ عندنا الشعاع اسي، عفوا اسي، ها هو اسي صح. اسي واش يساوي؟ يساوي ماذا؟ اولا عندنا قلنا احداثيات الا اللي هي اكس ا و يغرك ا. السي تكون اكس سي و يغرك سي صح. بون هاوما الا و السي راهم كامل قدامك، يعني اسي واش تساوينا؟ تساوينا اكس سي ناقص اكس ا. دائما تاع الدوزيام سي النقطه اللي تجي الدوزيام هنا، الثانيه الاحداثيه تاعها ناقص تاع الاولى، دائما الثانيه ناقص الاولى. اكس سي ناقص يغرك ا، اكس ا مع يغرك سي ناقص يغرك ا، ها هي اي تساوي اكس تاع السي وين راهي؟ هي صفر، تساوي الصفر ناقص الاكس تاع الا هي ناقص خمسة، ناقص ناقص خمسة هكذا. ومن بعد ايكغيك تاع السي اللي هي ناقص ثمانية ناقص الايكغيك تاع الا اللي هي ثلاثة هكذا. ومنه واش نصيبو؟ نصيبو ناقص ناقص خمسة، اي نصيبو خمسة اي زائد خمسة، ومن بعد ناقص ثمانية وناقص ثلاثة نصيبو، اصبر مناش غلطينه، نصيبو ناقص 11. ودرك نتاكد من الرسم بالك رانا غلطين. بون وين راه الشعاع؟ اولا نرسم الشعاع ا سي، ورا ا سي ها هو ا سي، ونتاكد ها هو ا سي، ونتاكد كل شيء بالبيان امامك. بون رحنا على اليمين بخمسة، لاحظ عفوا رحنا لليمين بخمسة موازاة لمحور الفواصل، ومن بعد هبطنا بشعال من وحدة، ثلاثة ستة تسعة عشر حداش، يعني رحنا اليمين بخمسة، خمسة عدد موجب، اهبطنا بحداش عدد سالب ناقص حداش، رانا صحاح هندسيا وحسابيا. درك عندنا الشعاع سي دي، اي كملنا مع هذا صحيح، هذا عفوا شعاع سي دي، سي حتى للدي، ها هو بالاحمر، ها هو سي دي، ها هو منا يطلع حتى للدي، ها هو مرة، ها هو تبعني روحو غير بالعقل، مكان ما قلقنا مشي جرورانا، هايلك الشعاع سي دي. سي دي واش يساوي؟ يساوي يعني اكس تاع دي ناقص الاكس تاع السي، ومن بعد الايكغيك تاع دي ناقص الايكغيك تاع السي هكذا، اي يساوي الاكس تاع دي اللي هي ناقص واحد ناقص الاكس تاع السي اللي هي صفر، ها ومن بعد عندنا الايكغيك تاع دي اللي هي ستة ناقص الإجراك تاع السي اللي هي ناقص ثمانية، ناقص ناقص ثمانية هكذا، أي تولي لنا ناقص واحد هكذا، ومن بعد ستة ناقص ناقص تولي ستة زائد ثمانية أي تولي أربعتاش. درك نتحقق، لاحظ هنا اصبر تشوف حبس، رانا خاطئين في شعاع سي دي، واحد منكم ما قدر يقول لي باللي يا استاذ حبس راك خاطئ في الرسم، فعاود نديه للدي شو وين ديت شعاع، واحد فيكم ما قدر يهدر، ها هو سي دي، هاي وين راهي دي؟ هضروا مرة أخرى تشوفوني أخطأت في حاجة، قولوا أستاذ راك أخطأت، ما ليناش أنا عاودو. بون هنا الحساب نتأكدو، قلنا أي صرنا ناقص إحداثية تاعو ناقص واحد وربعتاش، يعني لاحظ أننا من هنا، لاحظ
اننا جبدنا بواحد، اي من هذا من هكذا جبدنا بماذا بواحد هكذا بواحد، ومن بعد واش درنا طلعنا ب14 ها هو احتله، جبدنا اليسار بواحد يعني ناقص واحد وطلعنا ب14 14. اذا رانا صحاح حسابيا وهندسيا. الان احداثيات الشعاع بي دي، احداثيات الشعاع بي دي، نجيو نرسمو الشعاع بي دي ها هو من حتى لهنا، فوالا نبدا ب دي. ما هو ب دي؟ واش يساوي؟ يساوي اكس دي اللي هي ناقص واحد ناقص اكس تاع البي اللي هي ناقص ستة، ومن بعد اكراك دي اللي هي ستة ناقص اكراك تاع البي اللي هي ناقص اربعة. هكذا واش تعطينا؟ تعطينا ناقص هنا ناقص سبعة، ولا هنا تعطينا ستة وزائد اربعة عشرة. نجو نتأكدو، ها هو طلعنا، لاحظ اننا رحنا من حتى لهنا هكذا بسبعة، اي رحنا اليسار بسبعة ومنا طلعنا بشعال اربعة وستة طلعنا بعشرة، اذا ناقص سبعة وعشرة رانا صحاح. الان الشعاع دي سي، ها هو الشعاع دي سي، قلنا الشعاع دي سي، لاحظ انه دي سي هو المقلوب تاع سي دي، ديجا كنا حسبنا سي دي والدي سي هو ماشي المقلوب، العكس تاع سي دي، انا نديروه بالازرق، ها هو عكس تاع سي دي، ها هو سي دي صح. سي دي واش يساوي؟ سي دي يساوي ماذا؟ اي اكس تاع دي ناقص الاكس تاع سي، يعني ناقص واحد ناقص الصفر، ومن بعد الاكراك تاع دي ناقص الاكراك تاع سي، اي ستة ناقص ثمانية هكذا. عفوا نحسب، عفوا طالنا دي سي، وانا نحسب في دي سي اي يساوي دي سي، قلنا الاكس تاع سي اللي هو الصفر ناقص الاكس تاع دي اللي هو ناقص واحد هكذا، ومن بعد الاكراك تاع سي اللي هو ناقص ثمانية ناقص اكراك تاع دي اللي هو ناقص ستة، ومنه نصيب تساوي ناقص يعطينا واحد هنا، وهنا ناقص كذا تعطينا ناقص 14، ناقص 14. لاحظ ان هنا ها هي، شوف كي نروحو منا اي هكذا ديكاليو منا هكذا بواحد، وبعد نعاودو نهبطو منا ب 14، اذا سواسوا واحد 14. سيدي شعل كنا صبنا الاحداثيات تاعو، لاحظ سي دي وصلنا الاحداثيات تاعو، كنا صبناهم ناقص واحد و 14. واش تلاحظ لهنا؟ شوف متعاكسين، اي شعاعين متعاكسين يتعاكسوا، لاحظ في الاحداثيات تاعهم راك تشوف يتعاكسوا في الاحداثيات تاعهم. لماذا؟ لان سي دي يساوي ماذا؟ يساوي ناقص دي سي، ناقص دي سي شوف يساوي ناقص دي سي، لانه العكس شعاع معاكس له يعاكسه صح. نواصلوا مع الشعاع او دي، ها هاي شكون شاطر فيكم يعطينا الشعاع او دي هذا بلا ما نحسبه بلا والو، ما تحسب والو لهنا، ها هو الشعاع او دي، ديروه بالاخضر، ها هو من الاو حتى لدي. شكون اللي مازال شافي واش قلنا في الدرس؟ هايا قلنا باللي احداثيات دي النقطة دي هما نفسهم احداثيات الشعاع او دي، يعني ناقص عفوا
ناقص ماذا؟ واحد وستة. تو سامبل ناقص واحد وستة. لو جينا نبرهنوا عليها حسابيا، هما قالوا لنا بصح حنا لازم نبرهن هنا حسابيا صح. احداثيات النقطة او هي هذه، واش هما؟ هما صفر وصفر هكذا. عندنا احداثيات النقطة دي اللي هما ناقص واحد وستة، يعني كي نقول او دي هكذا يعني تساوي اكس تاع دي اللي هو ناقص واحد ناقص الاكس تاع الاو اللي هو صفر هكذا، ومن بعد الاكراك تاع دي ناقص الاكراك تاع الاو هكذا، ومنه تصبح لنا نفسها ناقص واحد وستة هكذا. تعرف علاش هي نفسها نفسها. من بعد قال لك الدي او والاو هذا مانيش عارف وين راه، ربي يعلم، ما عطاونا الاحداثيات تاعو ما على بالي به. اذا ما دام ما عطاوناش الاحداثيات تاعو يصبح الاو الاحداثيات تاعو هما اكس او و يجرك او. هذا مكان اذا حبيت ديرهم دير دي او ما ناش عارفين واش هما يساوي ماذا، اي اكس او ناقص تاع دي اللي هو ناقص واحد، اي ناقص واحد هكذا، ومن بعد يجرك او ناقص ستة، اي يولي اكس او زائد واحد و يجرك او ناقص ستة، لان ما نعرفهمش اذا نخدم بهم كي من هكا. نظن نكتفي بهذا القدر في الفيديو هذا اعزائي التلاميذ، الى ان التقي بكم في فيديو المقبل ان شاء الله الثالث. اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.